صباح الخير مشاهدينا، بحييكم وبرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحدث لهذا اليوم. يسرني أن أستضيف الصحفي جورج شاهين، صحفي في جريدة النهار، في جريدة الجمهورية. صباح الخير أستاذ جورج. صباح النور لكل المشاهدين عزيز. اليوم سنتحدث عن تظاهرة باتجاه كركي، وأيضا يعني ما مثار مسألة التدويل، فضلا إذا كان في اتصالات يبدو خجولة بشأن الحكومة. بداية، كيف ستكون اليوم برأيك اللهجة أو الخطاب من بكركي؟ المعلومات كلها تؤكد أن الكلمة لن تسمي بالمباشر يعني حزب الله. برأيك هل يعني سيكون هناك سقف جديد أم ضمن النقاش السياسي اللي مطروح بالبلد؟ لك رامز، أنا كتبت شيء اليوم بالجمهورية صحيح. تحت عنوان أنه سبت بكركي أدى غرضه قبل انعقاده، يلي رح نشوفه اليوم ما رح يتطابق مع الجو السياسي المحموم بشكل خاص من مضمون كلمة البطريرك. أنا ما بدي أتكهن شو بدي أقول البطريرك. البطريرك طرح عناوين من فترة أسبوعين، إذا ملاحظ كيف بكركي حج شعبي وسياسي، يعني ما في إلا الحكومة غايبة. لو ما طلع اللواء عباس إبراهيم يمكن ما في مسؤول رسمي زار بكركي. الجو متشنج ما في شك مع بكركي، في حملة إعلامية قادة التيار الوطني على البطريرك. بس وين؟ التهم بالعكس. لا أنا بعطيك أنا بعطيك مثلين مهمين. طلعت الأو تي في والتيار بخبر إنه البطريرك الراعي عامل شغلته، عم يعمل مصالحة بين الرئيس الحريري والإيادة السعودية. البطريرك الراعي عم بيشتغل تيرتب معيد للرئيس الحريري بالرياض. هيدا كلام خبر خاص وأذيع. طلع خبر تاني انه ديك، انا ما بدي اخذ المثل بحد ذاته، انا بدي المثل التاني الاتهام انه التيار الوطني الحر وحده بيدافع عن المسيحيين، وما حدا عم بيشارك التيار بالهجمة يلي عم بعملها الرئيس الحريري على صلاحيات رئيس الجمهورية. رجع للمؤتمر الصحفي، كتبت من يومين ثلاثة بين احد الحريري واحد جبران، احد باسيل، تتذكر والمقال صحيح. من كم يوم من احد لاحد شفنا الجو كيف، وشفنا الهجمه على البطريركية. عدا عن هيك، راقب الشاشات، راقب وسائل التواصل الاجتماعي، تهم البطريرك بشق المجلس النيابي، هو عم بيحرض النواب بالاستقاله، تهم البطريرك انه هو عم يتنازل عن حقوق المسيحيه لصالح الرئيس الحريري او لصالح السنه. وحذرت انا من هذا المنطق. يعني اليوم اذا البطريرك او اي مرجعيه دينيه بدها تلعب، بدها تشتغل السياسي، بدها تتلقى بالخطاب. ما في مشكله، هذا قصدي، ما في مشكله. يعني انا مش مع، هو الغريب انه اليوم إذا حزب سياسي بغض النظر اذا بتوافق على طرح التيار الوطني الحر او غيره من الاحزاب، رامز انا عم بحكي عن جو سياسي، يعني انا عم بحكي عن جو متشنج، يكون مرجعيه دينيه بدها تشارك بدها تتلقى كمان. صحيح صحيح، انا عم بحكي عن جو متشنج. كيف بيعبروا عنه باي طريقه؟ تمام. عبر وسائل التواصل، عبر المواقع الالكترونيه الشرعيه والرسميه، عبر التصريحات والبيانات يلي طلعت. شفنا كيف في موعد للتيار ببكركي، صار الموعد بالسفارة البابوية، وصار في لغط كبير على الرسالة اللي وجهها التيار إلى قداسة البابا، مع أنه مش بحياته صارت أنه حدا بيتوجه مباشرة وبيجاهل بكركي. امبارح تحت الضغط يلي صاروا مسلسل أسئلة، شو عند الفاتيكان التيار؟ هلا في كتير حكي، ما حدا شايف الوثيقة، ما حدا شايف الوثيقة، وأنا ما بدي شكك وأقول امبارح استلام البطريرك الراعي الوثيقة، وقال انه استؤذنت السفارة البابوية على الاطلاع عليها وسلموا نسخة امبارح. امبارح عم بيقولوا انه الرئيس التيار جبران باسيل بعت رسالة مع النائب سيزار ابو خليل للبطريرك وسلموا الرسالة اللي سلموها. انا ما شفت الرسالة، ما قريت عناوينها، بس عناوينها بتقراها من الجو السياسي، من بيانات التيار الوطني الحر، من بيانات كتلة لبنان القوي، كتلة لبنان القوي، من 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 مجمل الحراك السياسي بهالعشر ايام، في انتقادات قاسيه للبطريركيه المارونيه، في جو متشنج، وهذا مش شيء مش جديد. طيب شو اللي قال جمهور التيار ولا مره تلف مع البطريركيه؟ انا وقت اللي اول ما انتخب الرئيس عون واجى البطريرك الراعي خلق هذا الجو، كنت بقول انا انه ولا مره ممكن انك تالف بين العناوين الأساسية لتوجهات بكركي وسياسة التيار على الأرض اللبنانية أو بثوابتهم السياسية اللبنانية. هذا شيء مبني من 2006، مش جديد.
شفنا شو صار بالبطرك قبل بمراحل سابقة يعني بال89 وال90 بعد الطائف يوم الخلاف الأساسي. لحظة بس خليني كمل قراءة تاريخ من العلاقة عمره من قبل الطائف لليوم، بلش مع البطريرك صفير صحيح وهلا مع البطريرك رعو. أكيد أي طرف آخر ستبقى الثوابت ذاتها إن بقي التيار على توجهاته الداخلية بلبنان. أنا ما بقول ينفصل ولا يعني بدأ يفك تحالفه مع حزب الله بيمشي الحال، لا مش مطلوب فك التحالف قد ما هو مطلوب أو ما هو مطلوب باللحظات الحرجة إنه نجي. أنا ما بكفي يكون أنا عنيد، ما بكفي يكون أنا معاند. طيب أنا عنيد وما بقدر شكل حكومة، أنا عنيد وما قدرت أعمل تشكيلة قضائية، أنا عنيد وما قدرت أعملت هيك هيك هيك. عم نحسب حساب هذا التوجه إدي كلفته على البلد، بس أنت عم تحمله هون للتيار الوطني هون ضمن الصراع السياسي بالبلد وانعدام الأفق بهذا النظام السياسي. يعني احنا على مشكلة نظام سياسي يقاس النجاح بأنك تحلحل أمور الناس، يقاس النجاح أنك تتجاوز أزمات. عدل لي هون انا بدي مش هيدا العاد. مش عم بحكي انا من 2016 او التسويه السياسيه اللي اجت بال2016 وعملت هالتركيبه، مش هيدا اللي عم بقوله. انا عم بقول انه ولا مره نجحنا بترتيب اي ازمه، لا بل عم تتناسل وتتشابك الازمات. وصلنا لمطرح هلا الدولار ب 10000، فوضى امنيه محتمله في اي لحظه، ما حدا يمزح مع انه الناس انا على قناعه رامز بالمية 1100. يعني ما قالوا مبرر هلا اذا انت عم تقلي الاساس اليوم هي الازمه الازمه. بس خليني اسالك المبرر سؤال، المبرر انك تستغل هذه لحظه الضعف. اي بس خليني اسالك سؤال هون الاساس، هون لب الموضوع او الجوهر. عم تقلي وصلنا دولار ب 10000، ازمه اقتصاديه، ما قدرنا نبني دوله، شو خص التدويل هلا ومؤتمر ومصالحه وطنيه اللي داعي له اليوم البطرك اللي مفروض يكون اذا بدك الاساس اللي كلهم طالعين على 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 بكركي اليوم، كلهم فشلوا بناء الدوله، يعني كلهم كانوا اذا بدك بصلب اليوم هذه الدوله. فاليوم المساله هي الازمه، يعني الازمه المعيشيه اللي عم نعيشها على السياسات الدفاعيه وان كان في اشكاليه، ام على السياسات الماليه. رامز خلينا نرجع لكلام البطريرك الراعي من سنتين لهلا، شو برأي الكلمه تدويل؟ المؤتمر الحياد. لا 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 بغض النظر، طب شلنا التدوير، في التباس، مؤتمر حياد في التباس بغض النظر. بغض النظر هو معلش خلينا بس بغض النظر لا مؤتمر مش حياد. مش بغض النظر ابدا، في كلام منطقي بدي او بدنا نعطي مبادره بكركي حقها وقيمتها الحقيقيه وغياتها واهدافها. طيب مؤتمر او بدنا نروح على شعارات كبرى ما بنوصل لمطرح. انا عم نسمي مؤتمر حياد مش مؤتمر حياد. شو كان حتى امبارح البطرك كان فصيح واوضح كثير اشياء. امبارح قال عجزنا عن الحوار، ما في حوار بيناتنا، البلد منهار، ما حدا عم بيحكي مع حدا، ما قدرنا شكلنا حكومة. روحوا تروا على مؤتمر برعاية دولية. وامبارح خاطب من المجموعات يلي زارته عنده قال لهم اعملوا رأيكم، اوعى تعطوها للسفارة الإيرانية أو الأمريكية أو السعودية أو الإيران أو أي سفارة، بناخدها للأمم المتحدة. رامز بل خلينا نبلش نحسب من استقلال لبنان لليوم، أي مفصل، أي محطة أساسية تغير فيها وجه لبنان بشكل أساسي ما كان فيها وجه دولة أو إقليمة. خلينا نبلش ب 58 لو ما نزلوا المارينز على شواطئ بيروت. طيب ما هون هاي النقطة بقول البطرة كان في حياة، يعني لما كان في حياة كان لبنان مزدهر. ب 58 عملنا حرب أهلية، يعني مني حرب لا أهلية. لا 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 شو؟ أول شيء أنا ضد مصطلح الحرب الأهلية، أنا بعدني مقتنع إنه هي حرب الغرباء على أرض لبنان واستدرج اللبنانيون. هذه الحرب الأهلية خلينا ناخذها أصحاب العقائد خلي ياخذوها حرب أهلية. أنا برأيي أنا جورج شاهين بأناتي الأمور تميل قتلوا أحد الأحزاب الداخلية بس كله كان في يد خارجية. أكيد 76 مين منعك تضبط الوضع بالمخيمات أيام الرئيس سليمان فرنجية بعد ساعتين من ضرب المخيمات وضبط السلاح؟ بال 79 أنت رحت على الطائف لو ما الرعاية الدولية، بال 96 عملت تفاهم نيسان، بال 2006 عملت بال 2008 عملت الدوحة. شو عم نطرح نحن؟ بس هي ببرر طالما عجزنا هاي النتيجة ببرر الفشل. أنا بقول لك أنا بقول لك تبني دولة أنت مش بتصير النتيجة هي الأساس. تعرف كيف مواجه البطرك؟ جورج أنا عم نشا بس خلينا النقاش يعني بس أوكي. يعني هو هاي نتيجة يعني نتيجة غياب الدولة بتبرر على طول إنه أنت بحاجة لرعاية دولية. أنا ما عم نقاش هذه وقائع تاريخية صحيح. فأنت بتروح تعالج الأصل ولا بتكرس النتيجة اللي هي إنه نحن بحاجة دائما إلى رعاية دولية. وقت اللي بيقول البطرك عجزنا عن الحوار وعن حل أي مشكلة معناته أعطاك الوصف المقابل لهذه الدعوة. ماذا؟ يعني اليوم الحوار من أجل نزل سلاح حزب الله. أنا اليوم عم بسمع جاو أنه رتبوا العلاقة بين الرئيس الحريري والوزير باسيل تنحل القصة. ايه. شو هالمهزلة؟ هذا البلد يقاس بهالطريقة؟ لنا ست أشهر منقول الوزير باسيل ما له علاقة بعملية تشكيل الحكومة.
في صلاحيات دستورية منحت لرئيس الجمهورية والرئيس المكلف عملوا حكومة. بتعرف كيف بتعطل دعوة بكركي وكيف بتخليها؟ بس هي دعوة لشو اليوم؟ بس خليني أنا أفهم. ما أنا مكمل ما تعطيتني مدى تقلك إياها. شو عم بيقول البطريرك؟ عم بيقول خلينا ناخد ورقنا ونروح على مؤتمر ما نعطي ورقنا لأي سفارة ولأي قوى أخرى. كرمال شو؟ كرمال نرجع نعمل صياغة لهالوضع كله لهذا المأزق اللي نحن فيه اليوم. ما بقى فينا نكمل بهالطريقة. بس شو الصياغة؟ شو في 100 اقتراح. في مبادرة للرئيس بري ممكن تتطور. في مبادرة للبطريرك زيت يعني ممكن فقط تتطور. إذا بدنا نعمل رعاية دولية نشكل حكومة. هي المهزلة هون. هي المهزلة. لا مش هيك. في مبادرة فرنسية إذا هيك. لا عندك اليوم العالم كله ملتهي بالكورونا ونحن عندنا 25 أزمة. طيب. عندنا أزمة نقدية يعني واقتصادية. بدك تعيد النظر بكل هيكلية الإدارة بكل شغلك. شو يعني برنامج الإصلاحات؟ بس ما هي موجود بالمبادرة الفرنسية. أقر برنامج الإصلاحات. بالمبادرة الفرنسية موجود. مين عم تحكي؟ المبادرة الفرنسية. وينيها؟ طيب. شو بقي من شو اللي بيخلي ينجح رعاية دولية ما نجحت المبادرة الفرنسية؟ أوكي. هون هون المفهوم الحقيقي للوضع. المفهوم الحقيقي أن تصل إلى مرحلة يتعهد فيها الجميع بتغيير أدائهم السياسي. ما هو ليش فشل الدعوة؟ دعوة شو فيها؟ الدعوة شو فيها؟ فيها تنازل عن السيادة؟ فيها تنازل عن السيادة؟ فيها استجلاب قوى عسكرية؟ فيها تدخل عسكري وميداني وفصل سابع؟ ماشي بسيرتهم كلهم هولي. من وين اجوا؟ خلطنا بين كلام النائب أنور الخليل وما بعرف وين كان النقاش بأي كتلة بأي جو عم بيحكي عن تحذير من الفصل السابع. وبترجع تقراها وبتفهمها كمان وقت الرئيس نبيه بري بعد 10 ايام او 15 بده البطرك اليوم بشكل واضح. البعض يقول انه بشكل واضح هن ثلاث عناوين: نزع سلاح حزب الله، الفدرالي. شو فدرالي؟ ايه يعني نرجع للامن المناطقي والاقتصاد المناطقي بما انه حزب الله. شو الحكي هيك؟ موجودين بمقال الاستاذ سجعان ازي اللي هو جزء ما بيعبر عن النفس. لا 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 ما نخلط الامور. البطريرك مع الفدرالي، البطريرك مع اللامركزيه. انه اذا انه هي المنطقه، اذا انه حزب الله بالمنطقه السياسيه سجعان، خلينا نتناقش فيها. انه بالمنطقه السياسيه اذا حزب الله ما راح يمشي ويعطل المشروع الدولي بالنسبه مثل يعني ما بيقول هذا الخطاب السياسي، خلص خلينا نروح لكان على نوع من اللامركزيه موسعه ابعد يعني ونوصل للفدرالية وأمن مناطقي. خلينا نرجع للنصوص. في قانون لا مركزية عم بيندرس بمجلس النواب. لا بيقول فدرالية ولا بيقول لا مركزية، بيقول انتخابات هيئات المناطق، بيقول نظام مالي جديد، نظام ضرائبي جديد. أوكي فليكن. حتى هي الفدرالية طرح سياسي يعني ما فيها مشكلة إذا ما إنه طائف. لا 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 ما حدا وصل حتى التوصيف الذي يعطى خلينا نقرأ قانون. في قانون مقدمته كتلة نواب يعني الكتائب صار اخذ 120. لا مش هذا العنوان. ليش كنت عم بقول لك؟ كنت عم بقول لك اليوم جو التشنج يلي انوجد شو اللي زيد فيه؟ طب هذا ما بيزيد التشنج اليوم بمظاهره شعبيه؟ مش مفروض. كيف؟ مش مفروض. كيف مش مفروض تزيد التشنج؟ ليه عم ترجع تستقطب الناس اليوم؟ انا لهيدي النقطه اللي بدي اناقشك. انا عم ترجع تستقطب الناس لجو مثل تمام خليني ناقشك بس سؤالي. عم ترجع تستقطب الناس مثل 14 و8. عم ترجع تستقطب الناس اليوم يا مع بكركي وناس أو يا مع حزب الله. يعني الاستقطاب اليوم المسألة معيشية ومسألة اقتصادية. البطرك كان رسم خط أحمر حد يعني حول رياض سلامة. فكيف بتبقى انه اليوم الاساس اهميه يرسم خط احمر بالاعلام على رياض سلامه او اذا في خطوط حمر لرياض سلامه؟ شو بدي بس انا حتى اليوم اللي عم يسبوا لرياض سلامه وعم يشتموا راسمين الخطوط حمر بخافوا. انا عم نشك بالفكره كمؤشر هيدا انه اليوم المساله الاساسيه اللي وصلنا لهون انهيار الاقتصادي والمالي هو الفشل ببناء الدوله. في اشكاليه حزب الله موجوده والكل يعني يقر فيها، وفشل حزب الله اذا بدك من ضمن فشل الاحزاب السياسيه ببناء الدوله موجود. بس اليوم البطريرك لما بيرسم خط احمر حول رياض سلامه يلي بيحملوا جزء كبير انه طار مصريات المودعين، الازمه الاقتصاديه اللي صارت، فكيف اليوم على اي اساس اليوم تعمل انت مؤتمر وبتدعي للحياد او الى ما هناك؟ يعني بتغيب المساله الاساسيه. الحياد مفهوم سياسي كنت معتمده انت من 2008 ل 2014.